يا أمين الله في أرضه وحجته على أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله. السلام عليك آدم ونوح. السلام عليك وعلى جاريك هود وصالح. السلام عليك يا قائد الغر المحجلين يا أمير المؤمنين. فجعنا بك يا علي مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام. جد لها السماوات والأرض وصاح جبرائيل بين السماء والأرض تهدمت والله أركان الهدى انفصمت والله العروة الوثقى. قتل علي المرتضى قتله أشقياء في السماوات رنة وعويل مذبحا قام ناعيا جبريل. أصبح الكون داجلون فهل المرتضى علي قتيل وعليا. يا ليالي الصيام من كان يحييك بسيف ابن ملجم مقتول. أيها المسجد المعد لذكر الله ذكر الإله فيك جليل. قتلوا في الصلاة ليس للأعمال إلا به يكون القبول. فأحفت به الكرام بنوه وعليا فأحفت به الكرام بنوه وهو عنهم بنفسه مشغول.
قلب كتب التوراة والإنجيل وبكاه خير النبي طاغى في الجنة حزنا كما بكته البتول. يا ربيع الأيام يا علي، يا ربيع الأيام، من اليتامى والأيام إن غاب عنها الكفين. يا طارشي خذ لك علامة، ويا طارشي خذ لك علامة واصعد على ذروة التهامة، وعز وقل للنبي ويا عمامة، أبو حسين ما تمم، أبو حسين ما تمم، ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فما راعني إلا والناس كعرف الطرق ينثارون علي، وهم ينادون البيعة البيعة حتى أوطئ الحسنان وشق أطفالي. فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة وقصطت أخرى ومرق آخرون كأنهم لم يسمعوا كلام الله عز وجل. وتلك الدار نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، بلى وعوها وسمعوها ووعوها، ولكن حليت الدنيا في أنفسهم وراقهم زخرفها وزبرجها. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. نوروا قلوبكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لقد صنف أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وعليه أفضل الصلاة والسلام الفئات التي عارضته إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول هم الناكثون الذين بايعوا أمير المؤمنين سلام الله عليه، ثم بعد ذلك نكثوا بيعته وقاتلوه، وهم أصحاب الجمل كما ذكرنا في الليلة السابقة. والصنف الثاني هم القاسطون والذين لم يبايعوا، أي الجائرون والظالمون الذين لم يبايعوا إلا أن بيعتهم لازمة بمن حضر من الناس، وهم مثل معاوية وغيره. البيعة لازمة لهم بمن حضر من الناس إلا أنهم ركبوا المركب الظلم والجور، وكما يقول أمير المؤمنين حليت الدنيا في أنفسهم. الصنف الثالث هم المارقون
أي الخوارج الذين انشقوا على أمير المؤمنين بعد واقعة التحكيم في صفين، ثم تحولوا أولا إلى فئة عسكرية متمردة مخربة في بداية الأمر، ثم تحولوا إلى فئة كلامية فقهية في تاريخ المسلمين. بحسب ما هو موجود في المصادر الحديثية للمسلمين أن كثرة الخروج والتطرف والتكفير والتي ابتلي بها المسلمون إلى هذا الزمان، المصادر الحديثية للمسلمين تقول أن بذرتها منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، يوم أن فرغ المسلمون من قتال الكفار في معركة حنين، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله يوزع الغنائم بين المسلمين. أكو رجل، هذا الرجل صار يراقب من؟ يراقب النبي صلى الله عليه وآله، فجاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وقال: لقد رأيت ما صنعت يا محمد. قال: وما صنعت أنا؟ قال: يا إنك لم تعدل بين الناس يا محمد. فقال: أنا لم أعدل؟ إذا أنا لم أعدل فمن ذا الذي يعدل؟ وهذا طبعا على حسب بحسب التصنيف هو من المسلمين. إذا رسول الله صلى الله عليه وآله والذي هو على خلق عظيم لم يعدل بين الناس، فمن ذا الذي يعدل؟ فلن تجد عادل أصلا في البشرية كلها. فلما انصرف من عند رسول الله أشار رسول الله بيده إليه وقال: سيخرج أتباع هذا في الأمة، لم يقل من الأمة بل قال في الأمة، سيخرج أتباع هذا في الأمة صلاتكم لا تعدل صلاتهم. يعني عندهم عبادة كثيرة وصلوات ما شاء الله من الصلوات، ليل نهار عبادة، زين عندهم صلوات كثيرة، بعد يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني عندهم فذ اهتمام بالقرآن الكريم، زين لكن شنو؟ لا ينفذون إلى المعنى، مجرد شنو؟ مجرد حفظ وترنم وصوف، أما أنهم يذهبون إلى ما وراء هذه الألفاظ لا، ما موجودة. بعد يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هذا تعبير فجميل، شلون جميل هذا التعبير من رسول الله وهذا التشبيه. يقول الآن السهم إذا أردت أن تطلقه حتى يذهب إلى مكان بعيد لابد أن لا يلتمس الدائرة حينما تريد أن تطلقه، حتى يذهب إلى مسافة بعيدة ينبغي أن لا يلامس الأطراف، لأن إذا لامس الأطراف راح يعيق عن الحركة وبالتالي ما راح يوصل إلى مكان بعيد. هذا تعبير ماذا يريد أن يقول منه رسول الله؟ يقول أن هؤلاء وإن عبروا من دائرة الدين لكن ماذا؟ لكن هم لم يمتزجوا به ولم يختلطوا به، حتى مثلا تتأثر أخلاقهم، تتأثر سلوكهم. هناك فرق بين واحد يمتزج في الإسلام يختلط دمه بالإسلام، بعد ذلك هو يتأثر أخلاقه وتتأثر سلوكه وتتأثر بالتوجيهات الدينية، وبين واحد لا يمرق مروق من دائرة الإسلام.
هذا من أجمل التشبيهات التي يوصف بها هؤلاء الخوارج. بحسب ما هو موجود في المصادر الحديثية، هذا أول ذكر للخوارج. ثم يمرقون، طبعا رسول الله يقول يمرقون من السهم كما يمرق، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أيضا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ومرق آخر، نفس التعبير أمير المؤمنين استخدمه. الآن تعالوا إلى بعض صفات هؤلاء الخوارج، نذكر بعض الصفات لهم، لأنه ماذا؟ لأنه ربما نطبقها على زماننا هذا، لأن المسألة مو مسألة مسميات، المسألة مسألة واقع. يعني يمكن يجي لك واحد يقول هذا خارجي، بينما أسلوبه ومنطقه ومنهجه لا يوافق منهج الخوارج. وربما يجي لك واحد أنا أتبرع من الخوارج ليلا نهارا، مثل هذا هذا داعشي من البحرين غايب عنه، ابن هذا عنده موضوع من ضمن مواضيع اللي القاها في شهر رمضان انه يتبرع من الخوارج. زين، يقول انا اتبرع من الخوارج، مسألة مو مسألة مسميات. فماذا يمكن يقول لك؟ انا اتبرع من الخوارج ليلا نهارا، لكن سلوكه وعمله وحركته كلها ماذا؟ تتناسب مع الخوارج. فإن القضية مو قضية مسميات. فأول صفة من صفاتهم أن عبادتكم كثيرة، لكن شنو؟ لكن من دون تأمل وتدبر، ماكو تدبر فيها. الحديث يقول ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. العبادة التي لا تدعك تفكر بالله ولا تدعك تذكر الله حق ذكره، هذه عبادة ليست بعبادة تامة. يحج، والمفروض أن الحج يعطي دافعا للأخوة وللوحدة وللتراحم بين الناس، لكن ماذا؟ يسخر الحج ماذا؟ من أجل الحقد وترسيخ العداوة والبغضاء بين المسلمين. يصلي، المفروض أن صلاته تنهاه عن المنكر، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وإذا به صلاته تأمره بالمنكر، ماكو عنده مانع يصلي وبعدين يفجر المسلمين. لا يجد أي تناقض بين أن يصلي ويأتي ويفجر المسلمين. هذا القتل الذي إذا أراد القرآن أن يصور بشاعته وقبح، ماذا يقول؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يعني أعدم البشرية كلها بقتل نفس واحدة محترمة. وإذا يجي لهذا الإنسان بزعم أنه يريد أن يتعشى مع النبي أو يتغدى مع فلان وفلان أو أن الحورية تنتظره في الجنة، ويأتي لك ويفجر الناس وهم في سجود وصيام وفي بيت من بيوت الله، هذا مو سلوك الخوارج؟ هم نفسهم هؤلاء هم الخوارج. هذا ابن منجم لما قتل أمير المؤمنين ورفع عليه السيف ماذا قال؟ الحكم لله. هم نفسهم هم. فماذا عبادتهم؟ عبادة ظاهرية. من صفاتهم أيضا أن صفة التعقل عندهم غير موجودة، إنما النظر إلى الظواهر. هم عبد للظواهر، عبد لللافتات، عبد لماذا؟ للصور. لا ينفذون إلى ما وراء الصور، إلى ما وراء اللافتات. جاءوا معاوية وجماعة رفعوا المصاحف على الرماح، زين،
فجاءوا لأمير المؤمنين هؤلاء الخوارج وقالوا له إن لم تجب إلى حكم الله قاتلنا. وبالفعل قتل أمير المؤمنين على يد أحدهم، لم يردعه أنه في بيت الله، لم يردعه أنه في مسجد الله، لم يردعه أنه صائم، لم يردعه أنه أمير ابن مرجم بايع أمير المؤمنين وصفق على يده. فإذا ماذا؟ لا، هؤلاء ليس عندهم تفكر ولا تردد لارتكاب مثل هذه الجريمة، ما عندهم قانون لا أخلاقي لا خلقي في ماذا؟ في أن يرتكبوا مثل هذه الجريمة وغيرها من الجرائم. أمير المؤمنين بعد ذلك قال لهم إني أعرف بكم منهم، صحبتهم صغارا وعرفتهم كبارا، أنا القرآن الناطق. ثم بعد ذلك جاءوا لأمير المؤمنين سلام الله عليه وقالوا يا علي إنك ارتكبت ذنب كبير لما قبلت بالتحكيم. انتم الذين عرفتوا اللي اجبرتوني عليه هو بالتحكيم. قالوا احنا اذنبنا واخطانا كفرنا وتبنا الى الله. وعندهم اللي يرتكب ذنب معناته خرج من الايمان الى الكفر، ما عندهم حاله وسطيه، ماكو عندهم حاله وسطيه لا. فاذا واحد ارتكب ذنب يخرج من الايمان الى الكفر. فإذا خرج من الإيمان إلى الكفر معناتها ماذا؟ معناتها يحتاج إلى توبة، وهذه التوبة لابد أن تكون علنية. وأنت يا أمير المؤمنين لما قبلت بالتحكيم أذنبت، لما أذنبت صرت كافر، لما صرت كافر تحتاج إلى التوبة، وهذه التوبة لابد أن تكون علنية بين الناس. قال ويحكم أو بعد سابقي أي أحد وجهادي مع رسول الله أعترف على نفسي بالكفر، يعني أنا اللي أول من أسلمت وجهادي هو اللي ثبت هذه العقيدة، الآن تريدوني أجي وأبايع، عفوا أجي وأعلن كفري ثم توبتي بين الناس؟ قالوا إن لم تجب قاتلناك. وبالفعل طلع من عندهم ويا صفين وماذا؟ وتختمر فيهم نزعة الخروج والتطرف عليه. بدأت المعارضة، سووا معارضة. شلون طبيعة هذه المعارضة؟ المعارضة أنه يقف أحدهم مثلا في الجامع وأمير المؤمنين يخطب زين ويقول هذه الآية ولقد أوحي إلى الذين ولقد أوحي إلى الذين كفروا. الآن راح نقابل هذه المهم أخشي ليحبطن لأن أشركت بالله ليحبطن عملك إلى آخر الآية، آية دلالة فيها على أنك كافر ومشرك. أمير المؤمنين ما يحكي وياهم، يسكت إلى فرغ الكلام، يستأنف خطبته هكذا مرة ومرتين إلى أن يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هكذا تكرر الأمر. جاءوا أصحاب رسول الله إلى أمير المؤمنين قالوا يا أمير المؤمنين هذول قاعدين يسببون مشاكل وبلاء للناس، إما أن تسجنهم أو تقتلهم، عفوا أن تسجنهم أو تعاقبهم أو تطردهم. قال لا، لهم حق لهم علينا ثلاث خصال. شنو هذه الخصال؟ أن لا نمنعهم من مساجد الله، حتى لو اجوا وخربطوا في المسجد أنا كإمام لا يحق لي أن أمنعهم من مساجد الله بعد، وأن لا نمنعهم الفي مثل ما أعطي ولد الإمام الحسن 5 دراهم أعطي عبد الله الراسبي زعيم الخوارج 5 دراهم. ما كفى ما داموا في أيدينا، يعني ما داموا في الكوفة بعد، وأن لا نبتدعهم بقتال، لا نبدأهم بقتال أبدا. وبالفعل استمروا على هذه الحالة، خرجوا إلى منطقة
وين منطقة تسمى بالحوراخ خارج ظهر الكوفة بالقرب من نهر يسمى النهروان، لذلك يسمون بالحروريين والخوارج والنهروانيين أيضا. 500 رجل أرسلوا إلى جماعتهم في البصرة وباقي المدن إلى أن شنو؟ إلى أن صاروا 4000 إنسان في تلك المنطقة، وأمير المؤمنين لم يحرك سارك. اللي غير الوضع واللي دفع الإمام إلى مقاتلتهم ما هو؟ أنهم صاروا يقطعون الطريق على الناس، قاموا يقطعون الطريق على الناس، كل واحد يريد يقصد الكوفة يوقفونه ويجرون معه تحقيق. شنو هذا التحقيق؟ من أنت؟ بمن تعتقد؟ من هو إمامك؟ من هو خليفتك؟ وعلى أثر هذا التحقيق بعد إما يتركونه أو يعاقبونه. امرأتين مرت، واحدة اسمها أم سنان والأخرى أم خالد الأنصارية، مروا بهم أوقفوهم سألوهم عن علي، فأخذوا يثنون عليه ويذكرون فضائل أمير المؤمنين. ماذا صنعوا بهم؟ بهما ذبحوهما كما تذبح الشاة. عبد الله بن خطاب الخطاب صحابي جليل من أصحاب رسول الله، مر بهم مع زوجته وكانت حامل متم، يعني في شهرها التاسع، أوقفوهما سألوا عبد الله من أنت؟ قال أنا عبد الله أبي الصحابي الجليل الخطاب. قال خوش، حدثنا عن أبيك بحديث. قال سمعت أبي يقول عن رسول الله: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والنائم فيها خير من القائم. خوش، عن هذا نريد أن نسألك، ماذا تقول في علي بن أبي طالب؟ قال ماذا أقول وهو ابن عم رسول الله وصهره على ابنته وخير الخلق بعد رسول الله، وقام يثني على أمير المؤمنين. قالوا له: إنك لا تعرف الحق بالرجال، إنك لا تعرف الرجال بالحق، ولكنك تعرف الحق بالرجال. هل أثناء وقعت أبايته وهو على جوازه هم بأن ينزل إليها وهو يعني بان كأنما خائف، فقالوا له: هدئ من روعك، لا عليك، هدئ من روعك، بس انزل ويانا شوي. نزل وياهم، أخذوه بالقرب من النهر فذبحوه كما تذبح الشاة أمام عين زوجته. الآن مو هذا اللي نشوفه في التلفاز، شلون تذبح أبناؤنا من أبناء الطائفة الشيعية بالقرب من النهر ويرمون بهم في النار، مو هذا صفات الخوارج. زوجته ضجت وبكت، جاءوا لها: انزل ويانا شوي تشبع. خافت، قالت نيتهم نية سوء، ما قتلوها وما ذبحوها، إنما بقروا بطنها واستخرجوا الجنين الذي في بطنها. شو هذه الأفعال؟ لكن تعال شوف أمير المؤمنين شلون يتعامل معهم، شلون كان يتعامل معهم، شلون كان يتصرف وياهم. لما ضرب أمير المؤمنين سلام الله عليه ووقع في محرابه وهو ينادي: لا يفوتنكم الرجل قتلني ابن اليهودية، بعد لحظات جاءوا به إلى أمير المؤمنين. الإمام الحسن قال: بني، الإمام الحسن قال: أبي، هذا عدو الله ابن ملجم. نظر إليه أمير المؤمنين، قال: ويحك، ألم أكن أكرمك؟ أنا ما قصرت وياك، أنت وش سويت يا ابن ملجم؟ لقد أصبح كل مسلم ومسلم يتامى في هذا اليوم، سويت من جريمة. ثم قال: ولدي حسن، أرى أسيركم خائف مرعوب، انظر إلى عينه في أم رأسه، هدئوا من روعه يا بني حسن، لا تقيد له رجلا ولا تشد له يدا،
ثم قال الله الله في أسيركم، يقول محمد بن الحنفي ثم قال أبي أمير المؤمنين احملوني إلى المنزل. وشالوا أمير المؤمنين على الأعناق، يلا هاوي أمير المؤمنين على الأعناق، نشيل ويا أولاد أمير المؤمنين. رفع أمير المؤمنين على الأعناق، وهذا ناع وهذا باك وكلهم ينادون وعدته وإماما. حمل أمير المؤمنين على الأعناق، الحسن من جهة الحسين من جهة، وكأني بأبي الفضل العباس 14 سنة عمره، وكأني به يحسب التراب من على الأرض وهو ينادي وضيعتا بعدك يا أمير المؤمنين. لما وصلوا بالقرب من دار أمير المؤمنين قال بني حسن عضلوا إلي، أبا وأنت على مثل هذه الحالة؟ قال بلى إن أختكم على باب الدار. هذا شنو حالتها إذا شافتني محمول على الأعناق؟ فعضلوا إليه إلى أن قرب من بيته. وزينب وين؟ زينب تنظر، وكانت تنتظر أبوها يرجع سالم، وإذا بهم ترى الحسن والحسين يعضدون إلى رجل ما عرفت. نادت صدت نادت يا لم جبلي هالشايني أفواج تدخل وأفواج تخرج من دار أمير المؤمنين، كلهم يريدون أن يسلموا على أمير المؤمنين ويودعونه. وأمير المؤمنين يقول سلوني قبل أن تفقدوني، لكن أخففوا سؤالكم لمصيبة إمامكم إلى آخر النهار ثقل حال الإمام. بعد صار يغمى على إغماء شديدة وأغلق بابه. يقول الأصبغ بن نبات جئت مع جماعة من أصحابي لزيارة مولاي وسيدي الإمام أمير المؤمنين. يقول لما وصلت شفت الناس متجمعة على دار أمير المؤمنين ورأيت الباب مغلق. يقول عرفنا أن حال الإمام ثقل، بعد ما يقدر يحكي ويا أحد. يقول فبكينا، هذا يلتم واعليا وذاك يلتم واماما وذلك يلتم مصيبتاه. يقول فجت الناس فجه عاليه، فخرج الينا الامام الحسن وقال ايها الناس ان ابي امير المؤمنين يقرئكم السلام ويقول لكم اذهبوا انصرفوا الى اعمالكم والى عوائلكم، ها اهلكم محتاجين اليكم، ها اعملوا اشتغلوا من اجل الرزق. يقول فانصرف الناس بالأصبغ بن نبات وقف على باب الدار. يقول لم تحملني رجلاي ولم يطاوعني قلبي. يقول فوقفت مستندا على الباب، وكلما سمعت الحسين والحسن وأخوانه يضجون بالبكاء وهم ينادون وعليا، أرجعت الصرخ إليهم وقلت يا سيدا. كلما سمع زينب وأخوات زينب ينادون وأبتاه قلت أنا وضيعتاه حتى على بكائي. فخرج إلي الحسن يا أصبغ ألم أقل لك
ألم أأمركم بالانصراف؟ قال سيدي أبا محمد فقد انصرف الناس إلا أن رجلي لم تطاوعني، قدماي لم تحملني، قدماي لم تحملني، وقلبي لم يطاوعني على الانصراف. أبا محمد استأذن لي أمير المؤمنين، والله أريد أشوف له نظرة من زمان ما شفت أمير المؤمنين. فدخل الحسن استأذن أبيه، ثم رجع إلى الأسبق وأدخل. يلا خلونا ندخل ويا الأسبق، ماذا رأيت يا أسبق؟ يقول دخلت وإذا بالإمام مسندا على الوسائل. يقول بعد، يقول ورأيت حصادة صفراء على رأسه، لكن يقول لا أعرف هل العصابة أشد اصفرارا أم وجه إمامكم أمير المؤمنين. يقول لما شفت الإمام بهالحالة بكيت وضجيت وعلي يا إمامة. فتح عينه أمير المؤمنين، قال يا أصبغ أتبكي؟ قلت بلى. قال والله إنك الجنة يا أصبغ. قلت بلى يا مولاي، أعلم أنك الجنة، أنك صائر إلى الجنة، ولكن أبكي لفراقك. إحنا بعدك نصير يتامى ونضيع بعدك يا أمير المؤمنين، إلى أن ثقل حال إمامكم. وخرج الأصبغ بن نبات، وانشغل أولاد أمير المؤمنين بجراح أبيه. وأمير المؤمنين كلما قيل عن طبيب أرسل إلي، حتى اجتمع 12 طبيبا عند أمير المؤمنين ولم يكن أشجر بعلاج أمير المؤمنين من أثير بن عمرو السكوني. هذا طبيب حاذق جراح في الحروب، جاء إلى أمير المؤمنين، دخل على أمير المؤمنين ورآه، ثم أمر بأن تذبح شاة، وأمر الحسن بأن يفك العصابة. فكت العصابة وإذا بالدماء تسيل على وجه أمير المؤمنين، وهو ينادي تعال جوني بالدواء، قلبي ترى ذا ما أنا الطبيب اللي أداوي الجروح بتراب. ثم أخذوا من تلك الشاة عرقا حارة، وأرسل ابن عمر السكوني ذلك العرق في عمق الضربة، ثم أخرجه فنظر إليه وإذا بمخ الإمام قد سكن على ذلك العرق، فصار يبكي أثير بن عمر السكوني وانحنى إلى الإمام، قال يا أبا الحسن أعد عهدك، فإن الضربة وصلت إلى الدماغ وهي مسمومة. ضج أولاد أمير المؤمنين وأبتا يا علي. إذا ما حال زينب؟ وش حالة زينب في هذا اليوم وهي تسمع البكاء والنحيبة؟ نادت على من هنا، نادت على أبو فاضل. زينب نادت العباس، قالوا صوت شعدها، قالوا يا عجيب اختار تريد الشوف والدها. زينب نادت العباس، وابو فاضل تلقاها، يا زينب امر اشتردين، يوم الخبر ناداها. قالت والدموع شلون صواب حامل جار، اسمع نوح قل الصار يا خويا، والهوى شمعاي كلها تنوح شاهدها. زينب ويا ابو فاضل تقول
اسمع بكاء وصياح. لان والعباس قال اختي جبنا الوالد شجره، والعباس قال اختي جبنا الوالد شجره، وشاف الجرح يا زينب وشده وصفى جراح براح. شسولف مش بعد عنه بابونا ما بقت ظنه، يا زينب ايسي منه مثل ما ايس الجراح منه وطبرته شداه. قالت اريد تروح لاخويا الحسن وتخبره، تقل اختك مريبه وتريد العودها تنظره، وخاف ان يعتذر منك يا خويا بهايلة عذره. وابويا ورد شوفنا يودعني وود عني، اويلي واقعد وانتحب مني، ويلك لفرقاك يا ابويا يا حامل شدايدها، ويلي والله لفرقاك يا ابويا يا حامل شدايدها. ودخلتها زينب على أبيها أمير المؤمنين وهو بتلك الحالة، رمت بنفسها عليه ابن الصغير حتى يكبر، ابن الصغير حتى يكبر، ومن الكبير بيننا بين الملأ، حزننا عليك طويل ودمعتنا عليك غزيرة يا أمير المؤمنين. نادت من طر من طبرتها ضربتك مرحب يا كويا بويا، الكل تعجب وتعجبوا من حين نظروا لك ملبل، واما ابن الجيم ضربته اعجب واعجب. ابجدت سماوات العليا وابجت الكون. أجهز الأطباء عن مداواته، أبا لم يستطيع الأطباء من مداواة جراحه، إذن لي يا أبا إذن لي حتى أداوي جرحك يا أبا. شو تريدي تسوين يا زينب؟ ويلي وحويت وهوت على أبوها تحب راسه وتنادي يجري
الجرح من الطعام يا حلو المعاني بس ما نعيد يا علي وياك بتحراني عن بلدة الكوفة نسافر يا ضي الحيل رد إلي أمير المؤمنين جوابه فتح اللهم تقبل عذابنا اغفر لنا ذنوبنا وعنا سيئاتنا اللهم بحق أمير المؤمنين باب الحوائج شافي كل مريض وفك كل أسير سيما أسرانا ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين اللهم انصرنا على من ظلمنا وقتل شبابنا وسجن أبطالنا ورموزنا اللهم انتقم لنا يا الله يا الله يا جبار يا جبار يا قهار برحمتك يا أرحم الراحمين قبل لا نختم الدعاء أكو جمع في ماكو عنوان محدد إلى المحفرة أكو جمع إلى المحفرة لا بس بحد الأخوان أن يقوم بالجمع اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة صلواتك